كركوك بنقل الوجبة الأولى من العوائل النازحة الساكنة في المدارس إلى المخيم الذي تم إنشاؤه من قبل الأمم المتحدة بالتنسيق مع إدارة محافظة كركوك والدوائر الخدمية في المدينة. وقال معاون مدير تربية كركوك عمر قادر في تصريح لفضائية كركوك إن الوجبة الأولى شملت 3 مدارس وضمت 53 عائلة، حيث تم نقلهم إلى المخيم بالتنسيق مع مديرية الشرطة والدوائر المعنية. وأشار معاون مدير تربية كركوك إلى الاستمرار بنقل العوائل الساكنة في المدارس إلى المخيم بغية تهيئة المدارس للدراسة واستقبال العام الدراسي الجديد الذي تعطل بسبب وجود تلك العوائل في المدارس. بعد أن تم إكمال 1000 مخيم من مجموع 1500 مخيم في المجمع المخيمي على طريق ليلان خالو بازياني التي بنيت من قبل UN وبالتنسيق مع محافظة كركوك والدوائر الخدمية، تمت اليوم قمنا اليوم بنقل عوائل ساكنة في 3 مدارس كمرحلة أولى بمجموع 53 عائلة للمخيم بالتنسيق مع مديرية شرطة كركوك مشكورا والدوائر المعنية. هذه العدد من المخيم التي اكتملت فيها الخدمات البدائية، وسوف نستمر بإكمال نقل بقية العوائل لتكون المدارس مهيئة للتعليم لبدء العام لبدء الدراسة فيها التي تعطلت لسبب وجود هذه العوائل. وكذلك الشركة المعنية بتنظيف المدارس ستبدأ بتنظيف المدارس بعد نقل العوائل من هذه المدارس. أعلن عدد من وكلاء المواد الغذائية في